انا سؤالي حياتك بقى، يمكن احنا بندور على ان احنا نخلص الموسم بدري. مصر مش مشتركه في كاس العالم، وكان في تفكير ان ممكن يبقى في الدوري يشتغل اثناء كاس العالم، وبالتالي كان معرفش هل كان في فعلا مخاطبه من الاتحاد المصري للاتحاد الدولي بخصوص الموضوع ده ولا لا. ست اللواء، والله كابتن محمد برضو انا يعني مش متذكر، احنا 2014 ما كناش في كاس عالم، لا بس كان كاس العالم بيبقى في اصلا اجازه الدوري، و2018 كنا احنا وهو ممنوع اي بطوله كبيره يتلعب فيها الدوري او اي مشاركه دوليه، يعني بيبقى لكن اجنده دوليه. اعتقد بقى يعني ما اعرفش دي هتمشي ازاي، لكن المفترض ان احنا نلعب، يعني المفترض، ويبقى الماتشات بتاعتنا بعيده تماما عن الماتشات اللي هتم الشارع المصري يعني، لكن يبقى الدوري شغال يعني. ما احنا مش معقول يعني ما نبقاش في الدوري، ما نبقاش في كاس العالم وما عندناش كوره هنا، وبرضه ناجل يبقى ما استفدناش حاجه. صحيح، خصوصا يعني ما يعني استفدناش. يعني انت عايز تخلص اصلا بدري عشان تريح الفرق، المفترض. ويعني اللي حصل من خلال كورونا والضغط اللي حصلت انت تستفاد بيها، هتفيد كتير جدا يبقى ما عندناش دوري يا كابتن، الانديه ما بتلعبش، ومش في كاس عالم احنا كمان، امر صعب شويه، ما اعرفش هتوصل ليه يعني. نتمنى ان شاء الله الامور دي تتحل يعني يا ست، لو خصوصا ان احنا حبيبي يا عندنا كابتن عندنا طبعا. فكره ان الدوري بتاعنا الامور بتختلف من خلال وجود رابطه الانديه. هل بقى الموسم ده من خلال شركه راعيه هل ممكن نشوف حاجه جديده؟ واحنا حضرتك بتقول لي ان ممكن عدد من الجماهير يزيد، هل الوضع ممكن يختلف بقى في فكره والله المتعه كابتن للجماهير، حاجات كده تكون لطيفه ليهم الموسم ده من خلال شركه راعيه؟ والله كابتن يعني احنا عندنا شركه راعيه محترمه، وعندنا تذكرتي، شفنا موسم محترم، ما كانش حد متخيل انك تجي لك التذكره لحد عندك، وانك انت تبص تلاقي تذكرتك مكانك معروف، يعني المواضيع دي كنا مستبعدين تماما انها تنجح في مصر هنا، في اطار ان احنا مشجعينا ليهم وضع تاني مختلف عن اي حته بره يعني. يعني لما شفنا الكلام ده في موسكو في كاس العالم كنا بنقول ده صعب جدا يتعمل عندنا، لكن بنظام تذكرتي وبنظام برزنتيشن وبنظام فعلا اداره محترمه من الرابطه، شفنا الحاجات دي باحترام. انا بقول لحضرتك الامن، احنا عندنا اقوى امن في الوطن العربي كله، حريص جدا على ان يبقى في جماهير ماليه الاستاد، لكن احنا بنقول، وكان دايما يتقال والله على قدر التزام الجماهير هتلاقي الجماهير بتزيد. اعتقد ان الموسم ده جماهير كانت في حتى لو في خروج عن نص يعني نشاز معين كده، لكن اعتقد ان الامور كانت محترمه جدا، وبالتالي هيبقى حرص الامن انه يزيد عدد الجماهير، ما اعتقدش ان هيبقى في مشكله، لكن بيتم التنسيق مع الجهات الامنيه وان شاء الله هيكون افضل. الحاجه اللي ممكن تتعمل من الرابطه الجديد يعني ان احنا كنا عاوزين نعمل درع جديد للدوري، الوقت كان ضيق جدا يا كابتن محمد والامور كانت ضيقه، اعتقد الموسم الجديد معانا الوقت الطويل ان يتعمل درع جديد للدوري ويتعمل كاس مصر جديد المفترض يعني. انت قلت السنه اللي فاتت برضه ست اللواء عملته برضه حاجه جميله جدا، فكره احسن لاعب، وعايزين نشوف مثلا فريق الشهر مثلا او احسن لاعب في الشهر من خلال الرابطه، برضه دي تبقى افكار لطيفه برضه تشتغل والله عليها. كابتن كان الناس اللي موجودين كانوا حريصين على كده، وكانوا مقترحين الكلام ده في الرابطه، ولكن هو الوقت كان برضه عنصر الوقت كان صعب شويه، صحيح. فبالتالي لكن انا اعتقد ان الموسم الثاني هيكون باذن الله الحاجات دي موجوده ان شاء الله. يعني